الرسول لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من المسلمين الخمس والزكاة، أخذ من الكفار الجزية. أنتم المسلمون أدوا الخمس والزكاة حتى ندير شؤونكم، أما الكفار اليهود المسيحيون الذين تحت حماية المسلمين هم يجب أن يعطوا فلوس، لا نعطهم صحة ولا نعطهم كذا ولا نعطهم كذا، هذول يجب أن يعطوا الفلوس، هذه الفلوس تسمى جزية. حتى في القرآن الحكيم آياته حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الرسول أرسل إنسانا مسلما إلى بساتين اليهود حتى يأخذ منهم الجزية. هذا الرجل يجي، هذا الرجل المسلم إلى بساتين اليهود، الرسول بعثني لأخذ منكم الجزية. لا بأس، أنا مستعد. كمية من اليهود اجتمعوا حوله حتى يخمن التمور فوق الأشجار. اجي هذا الرجل صاوع ونظر إلى نخلة يكتب 100 كيلو النخلة. هذول اليهود نظر بعضهم إلى بعض، هم أهل النخيل، هم خبراء، قالوا هذا غير شكل جاي يخمن. صحيح صحيح يخمن، هم أولا ظنوا بأنه غشيم ما يفهم، يخمن 100 كيلو 20 كيلو 10 كيلوات، رأوا لا دقيق جاي يخمن، وإحنا نريد على أنه فرد شكل يخمن حتى يصير أفرض فرد 1,000,000 كيلو يصير ربع مليون وربع الفلوس نقدم للرسول. مو كل الفلوس، شنو علاجه؟ اجوا قالوا له على انه يا هذا ان الله يحب التسامح، احنا اصحاب عوائد وعلى تخمينك يضرنا، شو يخفف عن تخمينك؟ قال لا، انا مبعوث الرسول والرسول قال لي خمن، اذا تقبلوني اخمن واروح واقدم القائل للرسول، اذا ما تحبون انا مو مستعد اشاكس وياكم اروح ارجع للرسول، خلي الرسول واحد اخر يبعث لكم. قالوا لا، أي مشكلة تولدنا، أنا إنسان أمين والأمين لا يخون. هذول اجتمعوا بينهم وقالوا نرشيه رشوة. قدم إليه قال تفضل. شنو هذا؟ تفضل. قال هذا لكم. شنو إلي؟ قال أنت صاحب عائلة يقين ومعاشك ما يكفيك، شيء طبيعي. قال سيمت أي مناسبة آخر، لا بعت لا اشتريت لا رهنت لا أجار. قال حتى شوي تخفف لنا. لما سمع الرجل هذا الكلام أخذ يتقهقر كأنه هاجمته حية، حقيقة حية، أسوأ من حية، حية تهجمك تقتلك لا أكثر ولا أقل، لكن الرشوة إذا تفشت في أمك كل الدوائر تتوقف. قالوا شنو هذا شبيك؟ قال في الحقيقة إني أهرب من الرشوة. ثم قال لهم، قال تحبون إني أخمن كما أعلم وأقول النتائج للرسول، ما تحبون أرجع إلى الرسول، خلونا لا تسوي لي مشكلة إلا الخمر. الإيمان فائدته غير.